السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الديفنباغيا بعد ما القطة أكلتها أو بعد ما الرطوبة أثرت عليها، لو لاحظنا هنلاقي هنا تأثير الرطوبة، ده رطوبة وحرارة شديدة، فهنا هبدأ إن أنا أرتب النبتة عندي، هشيل كل الأوراق اللي هي خلاص اتاكلت. طبيعي الحال الأوراق دي كلها مش هترجع تاني زي الأول، فبالتالي هشيلها عشان أخفف على النبتة وأحفز نمو أوراق جديدة نفس الشكل. لكن هنتبه من نقطة مهمة جدا، ألا وهي ان النبتة ما تخضاش من الأوراق، ضروري النبتة يكون فيها أوراق. طيب لو ما عنديش ورقة سليمة زي كده مفيش مشكلة، هخلي ورقة ورقتين من الأوراق اللي اتقطعوا، لكن في النهاية ما ينفعش ان انا اقص كل الأوراق، تأكد 100%، يبقى كده احنا بنغامر بالنبتة لان النبتة دي غير متساقطة الأوراق. بعد كده هنضف كل الصاج ده عشان احفز نمو فروع جديدة ويبقى راعي جديد على الصاج. على السريع هقص كل الأوراق نفس الشكل، كل الاوراق اللي اتقصر، كل الاوراق اللي مشوه منظر النبته هقصها نفس الشكل، وهبعد طبعا النبته عندي عن القطط مصدر المشكله اصلا، وهرتب كل كده هنضف عشان احفز نمو اوراق جديده. كل الاوراق اللي نشفت وكل الاوراق اللي ميته وكل الاوراق اللي تعرض لي مشكله مع القطه كلها هقصها، وكل النبتات طبعا من الضروري هو ان انا اكشف المكان اللي يظهر عليه النمو الجديد. هستخدم بعد كده سماد يكون ام بي كي محبب، هو الافضل الام بي كي المحبب، ان انا اضيف دفعه وينتظر على النباتات عندي. بعد ما هنضف هاخد معلقه كبيره بنفس الشكل واضيفها، طبعا على حسب حجم النباتات على حسب حجم القصيص هضيف السماد، مفيش مشكلة مش هنزود الكمية، هنضيف كميات بسيطة وكل ما تتحلل الكمية نضيف كمية جديدة. هنا لو لاحظنا هنلاقي الثلاث اشتال عندي اصبحوا وضع جيد واصبح عندي نمو جديد والاوراق ما شاء الله وضعها ممتاز، والتربة زي ما احنا شايفين تربة رطبة مش مغمورة بالماي ومش تربة جافة، والنمو الجذري ما شاء الله شغال كويس، فهنا مستقبل النبتة عندي ان شاء الله يكون ممتاز نمو جذري او احسن. طيب نوع على الشكل الثاني نفس الطريقة، التربة رطبة وعندي نموات جديدة وعندي خلاف جديد. في نقطة ضرورية هنا لازم ننتبه ليها، الا وهي الاوراق وبقايا الاوراق اللي موجودة. الاوراق دي من الضروري هو ان احنا نتخلص منها وما نخليهاش، لان الاوراق دي وارد مع الرطوبه المرتفعه والحراره تكون لي رطوبه وتسبب اعفان في ساق نبته الديفنباغيا، وفي نفس الوقت هتاثر على نمو الخلف اللي بتنمو على الساق، فمن الضروري هو ان احنا ننظف باستمرار الساق نفس الشكل من بقايا الاوراق، ما تخليش بقايا الاوراق. ولو لاحظنا ان فيه اثار لاعفان على الساق ضروري جدا ان احنا ننظفه ونغسله ونشيله بيه بقطنه او بقماشه، هنا عشان نحفز نمو اشجار جديده وخلاف جديده. طيب الشكل الثالث ما شاء الله وضعها ممتاز، خلف جديده ما شاء الله زي ما اتفقنا، كل الاوراق دي هتشفت دي لا شيء، الاوراق القديمه لما بنخفف بنحفز النمو الجديد. ثلاث نبتات اصبحوا وضع جيد وهنسمدهم ونعتني بيهم ونشوفهم مع حضراتكم في فيديوهات قادمه. اتمنى من الله ان يكون اتمت حضراتكم معلومه مفيده، اتمنى ان يعجبكم الاستفاده ولا تنسوا تفعيل التطبيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.